اهلا وسهلا بيكم في اناتومي للمبتدئين. النهارده هنتكلم عن اللور تشيست. طبعا ناس كتير جدا عندها مشاكل خاصه باللور تشيست او المنطقه اللور دي. ليه؟ اللي عنده ضعيفه مش متحدده شويه، واللي عنده شويه في فات عندها. النهارده بكل بساطه هندرس اللور تشيست وتمارين اللور تشيست، واني تمارين موست افكتيف وسيفتي في نفس الوقت. اول تمرين اللي هو موجود قدامنا كده على الشاشه هو الديكلاين باربل بريس. طبعا ديكلاين جاي ان انا بكون مايل كده. هلعب التمرين ده ازاي؟ تمرين كتير قوي كترت عليه الاقاويل، لا ده بيأثر على الدماغ، لا ده بيضعف النظر، لا ده مش عارف بيعمل ايه. تعالوا نشوف مع بعض التكنيك بتاع التمرين وبعد كده نعرف هو بيأثر ولا ما بيأثرش. اول حاجه زي ما احنا شايفين ان لازم الديسك يكون درجة الميل بتاعته من 20 لـ40 درجة. يعني لو انت الثبات اهو حلو، يبقى انا لازم انزل الزاوية تكون من 20 لـ40 درجة عشان يكون موست افكتيف، محدش ينزل قوي. بالنسبة للمسكة بتاعة البار بيقول لك كل ما بتضيق كل ما بتشتغل على الانر تشيست، كل ما بتمسك اللي هي نفس قلنا عرض الكتف، ودي افضل حاجة او اقرب منه سنة صغيرة كده، انا شغال على التشيست. درجة الميل بتاعتي لو انا بصور نفسي اهو كده اهو وبطلع لفوق، البار بتاعي بينزل هنا تمام عند التشيست لور من هنا تمام، وابتدي اطلع اوكي بالشكل ده. طبعا دماغك يستحسن تكون ثابته، رجليك لازم تكون تحت باد زي ما هو واضح قدامنا على الشاشه كده، عشان لو هي مش كده ممكن تقع وتاخد البار وتبقى كارثه طبعا في الموضوع. مؤخرا ظهر اجهزه كتير بتلعب اللور ده من غير ما اعمل كل المخاطر اللي انا شايفها قدامي على الشاشه ديت، وبتكون افكتيف والله برضو زي اللي هو الماشينز اللي قدامنا ده. وانا بلعب كده بالشكل اللي واضح قدامنا في الفيديو ده، افضل تمرين للديكلاين على فكره هو وتمرين المتوازي، بلس ان انا ممكن اعوض الكلام ده كله بالكيبل كروس. الكيبل كروس وهنعرف ايه الزاويه بتاعته بس لما نجيله. نخش على التمرين اللي بعده، تمرين بس بالدمبل زي ما هو واضح كده قدامي على الشاشه. بلعب بالدمبلز برضو، بمسك الدمبلز كويس، بطلع بقعد بشبك رجلي بنام بالراحه وابتدي انزل. خلاص عرفنا ال 45 بتاعت التشيست، محدش ايه يحاول يخلي الوضع كده، ال 45 ويبتدي يلعب. او هلعب التفاتيح نفس الكلام، نفس الثبات، نفس السيكونس اللي احنا اتفقنا عليها. وطبعا كتفي ما ينزلش زياده على اللزوم زي ما احنا خدناه المره اللي فاتت عشان ما ياثرش على مفصل الكتف. وبعديها الكيبل كروس. الكيبل كروس ده بقى ده انت تلعب عليه اللور تشيست وانت مطمن بقى من كل اللي فات ده خالص. طبعا افضل طريقه تمرين للكيبل كروس من وجهه نظري عشان تستهدف اللور تشيست هي الطريقه اللي كان بيلعب بيها سيدريك ماكمن الله يرحمه، زي ما هو واضح قدامنا على الشاشه كده. انا مش محتاج وانا بلعب ان انا ارفع دراعي فوق قوي كده ها من الكيبل، ولا النميل اللي قدام ولا الورا، زي ما هو واقف كده بالظبط. ده الاداء الصحيح لتمارين اللور باستخدام الكيبل كروس. ها بالظبط نفس الوسط كده اهو كده، هول تشيست وانزل زي ما هو واضح قدامنا كده في الفيديو. دي افضل طريقه لللور تشيست باستخدام الكيبل كروس. مش داعي طبعا ان انا ازود الوزن زارع على اللزوم، الوزن اللي انا اقدر العب عليه بالشكل دوت، وبنزل اهو اتاش مع بعض واطلع تاني نفس الكلام. التمرين اللي بعده من التمارين اللي انا بفضلها شخصيا هو تمرين المتوازي. طبعا ده مهم جدا للور بالشكل بتاعه، بيجبرك ان انت بتكون شغال لور بطريقه جميله جدا. اي حد عنده تشيست كمان صغير وعايز يعمل وايد يعرض فيه، انصحه بتمارين متوازي من التمارين الافكتيف جدا. طبعا ليه تكنيك زي ما هو واضح كده، ببتدي اطلع على باد الاول وانا واقف، مفيش حد يقوم ناطط مره واحده كده وماسك في البار عشان ما يعملش لود على الشولدر. الكلام ده طبعا بعد ما اكون سخنت كويس جدا جدا تمام، عشان الناس اللي ردوا اللي بتبدا تسخن يقول لك اسخن متوازي اسخن عقله، الكلام ده يا جماعه مش صح. ببدا وانا واقف فوق اثبت كوعي واتني سنه صغيره، ابتدي ارفع رجلي وانزل لور اهو. اهم حاجه وانا واقف تمام بيبقى في درجه ميل صغيره كده تمام، ما يبقاش هيد اللي هو المستقيم، درجة ميل صغيرة للتشيست بالظبط وانزل، واحد اتنين تلاتة. الحاجات دي بتبقى كويسة جدا انك تعرفها عن تمرين متوازي. نضيف حاجة بسيطة خالص كده كده، ملت لقدام فضلت ستريت، الترايسبس مشاركة، عشان بس الناس تقول لك ايه اصل ده كده ترايسبس والتاني كده شيست، اما اصلا فليكشن اكستنشن، فليكشن اكستنشن اهو، فليكشن ها اكستنشن فليكشن اكستنشن
اوريدي وانا بلعب متوازي، فاحسها فليكس كده كده التراي اوريدي هي اللي بترفعني اصلا، هو التشيست هو اللي بيعلقني، لا الترايسبس كده كده شغاله، كده كده شغاله عشان ما تحقرش نفسك يعني. في نهايه الفيديو اتمنى يكون موضوع الحلقه عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب شير، واستنونا في حلقات تانية جامده جدا خاصه بقناه مولين المبتدئين، وهنخش على تمرين الباك.